أولادي بدء السلام عليكم بعدا قدر الله ما شاء فعل. الله يرحم موتانا مساكين اللي توفى والله يكون مع الجرحى مساكين والمكلومين والناس اللي في الزنقة وهذا. والأخ ديالنا شاد يقول لك المبادرة هذه جات من بعد المبادرة اللي قام بها سيدنا وهذا الإخوان ديال الجمعية أرباب الشاحنات والسائقين وجمعية التجار ديال سوق الجملة قرروا يقوموا بهذه المبادرة هذه مشتركة بأننا غادي نوفروا شاحنات مجانيين للإخوان هنا اللي في مدينة تيطوان وبغاو يتبرعوا مع الإخوان ديالهم في مدينة مراكش والمناطق الأخرى المتضررة مراكش ولا المهم المناطق المتضررة كاملة. هنا حنا كأرباب شاحنات وكسائقين كنقوموا بهذه المبادرة هذه الأرباب الشاحنات توفروا الشاحنات مجانية السائقين كذلك ومثال غادي يضطروا حتى هما بكل فرح وكل سرور يمشيوا يتعاونوا مع الإخوان ديالهم مجاني عاود ونطلبوا من الله عز وجل. هذا الشيء هذا راه معروف على الشعب المغربي كافة بأن شعب ديال التضامن وديال التكافل وما يمكنش غادي نسمحوا في خوتنا اللي مكلومين تما. وتحياتي للجميع والله يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. السلام عليكم. تحيه للموقع الاخبار اللي دائما كيكون حاضر في هذه المبادرات اللي هي مبادرات خيريه. كنقدموا في اولا كنقدموا التعازي للاسر اللي وقع لها الحدث ديال هذا الزلزال هذا. وحنا كجمعيه تطوان لارباب الشاحنات نقل البضائع لصالح الخير حنا دائما مجندين باش نقوموا بهذا العام في هذه المبادره الخيريه اللي غادي تكفل الجمعيه بالنقل هذه المساعدات اللي عندنا اكيد بانه المواطن بمدينه تطوان حتى هو مؤسف تا هو غيساهم بكثافه في هاد المساهمات اللي غتكون باش نقدروا نوصلوا للمناطق اللي وقع لها هاد الزلزال هذا. ودائما حنا مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله. السلام عليكم بعدا. الفكره جاتنا مع الاخوان ديال الجمعيه مع المكتب. بغينا حتى حنا نساهموا نعملوا يد المساعده مع الاخوان اللي متضررين في مراكش الناس اللي تضرت في هاد الزلزال في الكارثه الطبيعيه. حنايا بغينا نساهموا بالنقل ديال اي حاجه بغى يساهم بها مواطنين ديال مدينه تطوان. حنايا جاتنا هذه الفكره هذه بغينا نسهلوا على الناس. كاين اخر باغي يصيفط اي حاجه وكيجبر الصعوبات في النقل لان مدينه مراكش كاين واحد الفرق كبير بينه وبين تطوان. حنايا جاتنا هذه الفكره باش نقربوا ديك المسافه. جبنا الشاحنات ديالنا تطوعنا حنا بهم باش اللي بغى شي حاجه يا بالكثير يا بالقليل حنايا على احنا موجودين باش ننقلوها لخوتنا اللي مضر. الرقم ديال التليفون ديالي هو في المباشر 0677 33 71 95. اللي بغى يتصل بينا وعنده شي كميه كبيره نقدروا نصيفطوا له الشاحنه عنده. واللي عنده شي حاجه قليله بغى يجيبها عندنا هنايا حنا كنتواجدوا في الباب ديال المارش. وهذا الشيء اللي كاين وشكرا.